بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل الكائنات. ربنا اهدنا سبل السلام واجعلنا من خير الأنام يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذا كان هذه حقيقة، شنو وراها؟ حقيقة دي. شهادات 3 حقائق في الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم باش يسهل لكم الإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله. خذوا كانت نحو واحدة منهم، الإيمان ما يكونش محفز كما يلزم، ني با بيان ستيمولي بور اتر ان فري إيمان، من فري فوا. إي لا فوا إلي سوي بار دي لوا ديفين، وينهم؟ وانا من تحاربوا في قانون الله، حتى في حاجة الميراث تحاربوا في قانون الله، توزد ديور الوا. بالنسبة لنظرة الإسلام ليكم، مكنش مسلمين بل محاربين للإسلام وبكل وقاحة وبكل عمق، لأنكم برجيبيين في الأصل، وأهل بن علي في كتاب المفسد الأول. شكونكم أنتم؟ وشكون منكم يصدق يصدقوك يقول أنا مسلم وأنا خير المسلمين؟ دي ناس ملاك بالكذب، ناس شياطين عياذ بالله، ملا مردوا على النفاق وعلى الكذب على خلق الله. الفقر لا اتخذت المسألة في تونس ولا مصر، ترى شكون اللي ياكل وياكل حلال وياكل ويقول الحمد لله، ولا ياكل ما يكفيه ويعمل توازن غذائي ويمنع عن عدة أمراض؟ وين عندكم هذا؟ عندكم البطون وعندكم المؤخرات وكذا، أكل السراق الكبار، فهمتني؟ مال القطط السمينة تاكلوا مالا وتاكلوا كلاما، وتاكلوا كلام اللي يلزم يقال لكم ولغيركم، الكلام الحق ما يلزمش يتقال، بل حاربوا وطفيه وانكروا وبعدوا عن صحة وعي الناس. هذا اش قاعد يقع؟ وانا راني نسيس فيكم، راهو كان يجي في الحقيقه تحليلكم انتم والعياذ بالله في اوصاف لا يروعك والعياذ بالله. لا فائده، احنا خاطر دعاة سلام، اي كانوا لم يكن، اي بدل الصفعه، الاسلام يجوب ما قبله. انا نقول في ونعاود، ولا سبيل الى ان تنتبهوا، اللي احنا خايفين عليكم من سخط المولى الذي ربما يعقب بعذاب أليم وسكرة الموت مش تكون طويلة وشديدة، وبعد مش تدخل المرحلة الثانية الحياة برزخ إلى بيسميك وتروفي العجب بالعجاب، والقبر متاعكم يكون حفرة من حفر جهنم، وبعد يوم البعث عادك ما عندك، ما تستنى من البهي، ما تهنى على طول المدى من ما اللي تخرج من قبرك إذا كان لك قبر، معناه إلا وترى اللي كونك كنت مفلس بالتمام ومفعول بك من طرف الشيطان. وبرا عاد إلى الخلود، إذا كان ربي كتب في الخلود في جهنم هنيئا لك، سي تان بون كما تقول اون بون فان اي ان بون جيت اي ان بون هوتيل، يعني علاش لا؟ والسلام على من أرضى الرحمن بالتمام والكمال.